السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، كما تشاهدون أمامكم على الشاشة بالفيديو، مقتل المزيد من الجزائريين في احتفالات فوز المنتخب الفقروري بكأس العرب. والمصيبة الكحلة متابعينا الكرام هو أنه منذ المباراة ديال المنتخب المغربي والمنتخب الفقروري وهما كيموتوا بهذه الاحتفالات وبهذه الحالات وبهذه يعني المصائب الكحلة، بل أن أكثر من ذلك حتى بعض المسلحين من مرتزقة البوليزاريا قتلوا في هذه الاحتفالات في تندوف، مسلحين شي 3 ولا 4 اللي تم تأكيد على أنهم قتلوا في هذه الاحتفالات، وهو الحصيلة ديال الجزائريين القتلى الهالكين في هذه الاحتفالات تتزايد. يعني الكارثة عظمى ما شفناهاش في أي دولة في العالم، ليس فقط الفضيحة اللي شفنا ديال الشنحريقة وعبد المجيد حاشاكم وهاد الصورة الهزلية الكارثية والاستقبال المهين ديال المنتخب الفقروري، وإنما أيضا هاد الاحتفالات العبثية التي قتلت وما زالت تقتل المزيد من الجزائريين كما تشاهدون أمامكم في الصورة متابعينا الكرام. يوم أمس كان هناك يعني قتيلين ولا ما عرفتش حال، قبل ذلك أيضا كان هناك عدد من القتلى وما غاديين يعني المصيبة كحلة ما عرفناش أن من خرجوا لنا هاد الدولة من جهة، واش هادي دولة عباد الله، واش هذا قوم، واش هادي أمة، هذا مصطلح ديال الأمة، واش هذا يعني يجوز أنه يتقال على دولة في حال هادي. شنحريقة خارج باش يتصور بالكاس، وعمري عباد الله ما شفت رئيس ديال الأركان ديال الجيش في العالم خارج يستقبل المنتخب ديال كرة القدم وباش يحمل الكاس. فضيحة، كارثة، كارثة بكل المقاييس. مبروك عليكم هذا الكاس ومبروك عليكم هذه الفرحة من بعد يعني واحد المسار طويل ديال الصفعات على المستوى الدبلوماسي والعسكري وما إلى ذلك. مبروك عليكم، فوجوا شوية، ولكن حتى هذه الاحتفالات لا بد أن تمر بالقتلى بالهالكين والجرحى وضف على ذلك، لأن هذه المسألة هذه خطيرة جدا وما عرفنا كيفاش غادي نعلقوا عليها، ما عرفناش كيفاش غادي نلقاو لها كلمات باش نعلقوا على هاد المصائب التي تتوالى على دولة الفقاقير. إذن متابعينا الكرام، المزيد من القتلى في صفوف الجزائريين بسبب هذه الاحتفالات، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.